بس ما راح تلحقه تاكله راح يخلصهم هو. There's like over 200 كنافل. This is crazy. My mouth is watering. أول مرة بيجي لعندك طلعوا العظم. He's the king of the كنافل. يسلم ايديك أمو. كنافل نابلسية فايل. حبيته قبل ما نوصل. This is not your average kanafe. He's taken his love of food and people and showcasing it to people in Lebanon. This guy is not an ice cream maker. This guy is a maestro. He's an engineer of bouza. There's about 15 layers of bouza. I mean, don't disturb me. ياخد شيء طيب لا from good to great. Look at that. It's juicy. The skin is crispy. The flavor is unbelievable. جو اللبنان العسل. تسكن صحتكن أهلا وسهلا فيكم بلبنان. من بيروت على المتن وهلا صار الوقت نزور البقعة. من بعلبك عصغبين البقعة كله بس اكيد بنبلش بزحله. حلقه جديده الكنافه بتبلش هلا. صباح الخير الاف يا امو. اهلا اهلا يا حبيب قلبي. ايه ده الحلاوه دي. لي أكثر من 40 سنة صار عمري 62 هذا. قلت ساعد بيي ولو ما حطيت إيدي مع بيي يعني لما لو طفى بيي صرنا نتسكر يعني ما عاد في منا الفراغ. هاي دي لبنان مكونة من طحين اكسترا سكر مزهر محلى. بتنخبز لتنشف بعد ما تنشف القصة بنحط لها جبنة الكيوي حتى تستوي وتنشف وصفهم تصير تمغي يعني مع ريحة مزهر وسكر بقلبها بتعطيك قريب كتير للكنافة نكهة ولا أطيب أنا بدو بجربها. يلا نحن مثل العادة على صندوق المرسيدس من بعد ما دقنا الجبنة ودقنا الحر ودقنا المشطاح ودقنا الإربانة. اليوم عم نخترع شيء جديد. بدك تبلش بدوني؟ لا ابدا ناطرك، كنت عم فسر لهم شو بدنا ناكل. Sorry, I was beating the baker. He's such a beautiful guy. أهم شيء على صندوق المرسيدس. أول شيء عجينته بتعقد. دوق جبنة زعتر. But this is not a normal منقوشة. هيدي منقوشة كثير سبيسيال. وعندنا هون الإربانة تبعهم اللي هي أساسا اللي بتكون حلوة يعني سويت. زدنا لها شوية جبنة مالحة اللي هي العكاوة. وعلى أساس رح ندوق اليوم شيء جديد. لك هيدي الجبنة. العكاوي دابت من جوا تحمصت شوي. Oh my goodness. But can I just say before you even try it, you can smell the fragrance. What بحط المزهر؟ فيها مزهر فيها محلب. هيدا اساسا اذا بدك كمان قلت حلايه وهي اساسا سويت. Yeah. هالميكس مع الجبنه المالحه اللي بقلبها. Oh my god. قديش صار لي بيجي لهون؟ اربع خمس ست سنين وهي اول مره بيطلع بالي ادوق هاي. It's in between like sweet and savory. أخذتها لمحل تاني 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 completely. سقنا 45 دقيقة من بيروت وبيحرز المشوار. But can I tell you, what an amazing family. شايف هاي بعرفها؟ أكيد. كيف بعرفها؟ I've heard so much about it. I've seen it on Arabic films, but I've never tried. Wait. Oh. أنت بتعرف هيدي طفولتنا كلها سوا. خلي أنا شربت قبلك. Sorry, جبت لك واحدة تاني. I gotta be. It's all my childhood. Okay. So شربناها نفخناها. And the secret is this. Next رح نشرب قهوة وبدنا ناخدهم سويقة على مدينة الشمس. اليوم جوي منه معنا يمكن عامل كنافه اوفر دوز امبارح بس جوي كان عم يخبرني انه قديش بحب الكنافه بقلب الكروسان ومش بس هيك بحب الكنافه مع الشوكلي الكروسان فحبيت اوقفكم على محل اسمه ميزون دي كروسان بيت الكروسان ذا هاوس اوف كروسان معروف كثير بزحله
الكروسان تبعهم بنعمله كلهم جوا very big loaded croissant like a sandwich. عندهم جبنة إذا بدكم تبلشوا بشي خفيف. بعدين عندهم الكنافة وعندهم الكنافة مع شوكولا. وإذا انتبهتوا بيحطوا قطر لأنه بدها تعطي الحلاوة sweetness وبيحطوا شوكولا على الوجه for extra sweetness. دبل دوز. كروسان على اللبناني خلينا نسميه يعني قاسي شوي ما كتير فيه زبدة. How do we eat this? أنا عم فكر نحط إيدينا و... Have you got gloves? Dig in. لك يلا. We need to talk. Chocolate, knafe, the bun. I feel like it's this chocolate eclair experience with like a knafe filling. Delicious. بدي رأس على الطاولة. استراليا سيترو وحياتك مش طايقه حياتك تقعد عظامي غمرني بوسني صار يصرخ صار يصرخ صار يصرخ سألت لك والله انا مش طايقه. وصلنا وصلنا على بعلبك. اول وقفه على المدخل بوج ارم الدوريس توصلوا وين ثاني وقفتنا حتى رجع نحط الاشياء بانتو برسبكتيف ما عرفكم على حسين حبيب القلب لازم نرجع نذكرهم خبريت انا وياك لعيونك بتذكر اوف انا اللي بتذكر على السريع بال2016 عم بحضر حلقه النبطيه مشوار على ام تي في لقيت لك وقلت لك ليش بعلبك مانك جاي قلت لي جهز لي على بكره بكون عندك عملنا حلقه ثاني يوم بعلبك وقلعت وبسحبت اي والله هلا فيك كثير تخبرهم انه كنت انا خيفان وسالتك دخلك ما بيصير في اولى عنا ما في شيء وبدنا نطلع نفجر كل انه بعلبك هي مدينة سياحه وامان والله والحمد لله هلا قلنا 3 سنين ولا حدث امن عم بيصير بعلبك الحمد لله. نحن من 1969 تقريبا بلشنا بلشوا جدودي أول شيء بعدين أهلي بعدين نحن كملنا المشوار. نحن اشتغلنا من النمور أول شيء على الحل هي كانت طعمتها بدها أشواك فحطينا للقشطة واشتغلنا فيها كثير للنمورة بقشطة وصارت تقريبا كل البلد بيحكي فيها كل البلد رح ندوق نمورة بقشطة وكنافة كمان. إحسان عنده جمعية اسمها سيف سايد بتخلي الناس تقول إنه إذا بدك تبتهج ما تقوس بالجولة ما أول حدا يرجع يموت بيدعم العالم بيشتغل مع البلدية بيشتغل مع كل الناس تيجي يقول لهم بعلبك مدينة وجانا وبوقتها عدة مرات قلنا بعلبك أكثر بكثير من القلعة بعلبك أكثر بكثير من السفيحة بعلبك الشعب الطيب والناس الطيبين والنمورة بالقشطة كمان كل محل بلبنان عنده فرق بالكعكة شو الكعكة بتجي أسمك أرق أخف اللي أنا عم بكلها قشطة بلدية القشطة البلدية اللي مش مدعوكة بتعرف كيف عم تفرق مع كنافة جبنة فرق قطر خفيف لا كنافتهم طيبة كنافتهم طيبة بس ما تشبع تقلكن ليه لأنه هون الشغل النمورة ما حدا بلبنان بيعملها ما حدا ما حدا بلبنان بيعملها نمورة تبع بيروت تجي كتير طرية هيدا نمورة آسيا بقلبها قشطة مسقعة تطلع ساندويتش كريسبي من برا ومن جوا طرية and fresh نمورة بسكوتي سويت القشطة من جوا بفرشن القشطة من جوا بتكسرها بتريحها يعني جوهري نمورة بالقشطة واليوم اكلنا كنافه وانبسطنا فيها بمدينه الشمس لازم يكتشفوا القلعه.
This is Baalbek and this is how they welcome you into their home, into their hearts. خوات على القلعة. والله صار في حسين في استقبال، صار في حسين في سوربرايزز ومفاجآت. ومن هون تحت الشمسات نفوت نفرجيهم مدينة الشمس. بعلبك كتير آمنة، كتير رواق، موسم سياحي بجنن بجنن على كل لبنان. هيدي الوقفة الأساسية اللي واحد لازم يعملها شو ما يكون، على كعب الدرج ويتذكر ويتخيل أيام زمان. هون مين طلع؟ كم شخص طلع من هون؟ كم ملك طلع من هون؟ هذا الدرج العظيم من هون بتبلش بعلبك. Firstly, I'm lost for words. What a beautiful welcoming to Baalbek by the people. I felt the love. And then we walked in to the Adler and felt so much history. I can't believe the architecture, how this was constructed, the craftsmanship. And just walking here, I feel like I'm stepping back in time. It's so cool. هذا الجامع اسمه الجامع الأموي الكبير بعلبة، بني أيام الوليد ابن عبد الملك ابن مروان سنة 97 هجري. كل الحجارة من القلعة جابوها، تيجان رومانية، يعني عندنا أول صف تيجان عربية. مساحة الجامع 1500 متر مربع داخلي، يعني بساعة 3000 مصلي. شيل الأعمدة 2500 صافي. سيف سايد بلشت من زمان، بتذكر كنت بلشت تعمل طبخة، بعدين صاروا 2 و3 و4 من 100 ل 500 من 500 ل 1000 من شهر رمضان المبارك كاملة، بعدين على عاشور وبلشت تكبر، كان نسميه حلم صح، بلش يكبر يكبر يكبر. واليوم الأيد البيضة حلوة، العطاء تطرب من ربنا وربنا بيرد لك، صار عندكم مطبخكم الحمد لله. شو الفكرة كيف بلشت؟ الفكرة بلشت مثل ما كنت عم تقول أنت من طبخة. بلشنا نعمل أول شيء عقدنا، يعني نعمل بالخمسين وجبة 60 وجبة شو ما يجينا نعمل. بعدين كبرنا طنجرنا كتير، هلا هتشوف قديش طنجرنا. وأنت جيت مرة طبخت معنا، نطبخ بكريسماس شهر كامل، نطبخ برمضان شهر كامل، عملنا 83 ألف وجبة. عظيم. نحن بحالة الكنافة، ليش نحن جينا لهون؟ في مشروع كنافة؟ في لكن في كنافة وفي رز. أيوة لكن رز لقلي كنافة أنا. يلا تفضل. أنتوا هلا بمطبخ جمعية السيف سايد، بعرفكم على الشيف حمزة العوطة. شيف لقمة طيبة يعني بشهادة أنطوني، هو قال أفضل قديش هيك الرز على الدجاج؟ قال أفضل رز هيكله هون بشهادة أنطوني هو عند الشيف حمزة. إحنا جايين حيطعميكم كنافة كمان هو بيعملها، وحنطعميكم منسف على طريقته. يلا إحنا جاهزين. يلا تفضل. ليتس جو. ليتس جو. شيف حمزة العوطة، نحن بلشنا كبداية مع أخ حسين ياغي، نحن بلشنا يعني على قدنا، عارف ما بيقولوا، جبنا طناجر، أنا كان عندي العدة، كان عندي كل شيء، وبلشنا نساهم مع الناس اللي يجي تبرعات، اللي أي كان نطبخ نوزع للناس، كتر خير الله. وهي طناجرنا يعني نطبخ 2000 3000 4000 شخص عادية ساعتين بس بياكلوا، وهذا المطبخ. هيدي الطنجرة قصة قصة، هلا هاي طنجرة وهاي طنجرة وبعد في فوق طنجرة، هودي بركبهم للثلاثة مثلا بأيام شهر رمضان عندنا ل3000 شخص، بركب هو الثلاثة حد منهم، بساعة بيطلع ل3000، كل طنجرة 1000، زدت فيها 100 كيلو رز و120 كيلو رز للطنجرة.
هيدي هلا بالشرف وبيطلع الطعم زيت شيء من طبخه بيت صغيره. هلا انت بتعرف قبل المره انت جاي انا حرصك بس ما في اللي طبخهم من 20 سنه بيطلعوا هلا والأكل اللي بدي إياها بعملها هالقد كبيرة وطعمتها مثل كأنه ست البيت عم طعمة ولدين الكيلو والمئة كيلو النزل اليوم إذا الله راد كنافي وعنا منسف أردني على زوقي وإن شاء الله أراس كبدي مرتبة تاجة بخاطر عنا مكونات الكنافي سمنة طحين هلأ في ناس تعملها بطحين فرح في ناس لا هلا في ناس بتعملها بعجينة الأسمدي بتطحنها بتعمل منها الفركة بيقولوا لها خشنة نحن اللبنانيين معودين على النعمة هلا ما بعرف برا تقريبا سوريا كلها على الخشنة وهي أصل الكنافة أصل فلسطينية نابلسية هي طحين وسمنة فانيليا ماي مع قطر مع حليب هلا هي هيدي الفرك So we're so excited to be here behind the scenes in his kitchen where they're doing more than just knafe. They're actually an organization supporting a lot of people that are in need. It's amazing to see the love, the passion, and how much they want to help. اللبن هو الجميد بنعمل بالجميد هذا الجميد بتحط بقلبه اللحمة بتسلق لحمة الغنم حصريا غنم بتسلقه بقلبه بده 3-4 ساعات غليان حتى يستوي كل شيء الرز بنعمل ما بنحط له إلا نكفة هيل ونكفة كركم فقط بغير مع أكيد الملحة هاي هي وإذا ما كانت تطش عليها Oh, this is serious business. For lahmeh? Because you want a bit of the yogurt, you want a bit of the ruz. Okay. Wow. And a bit of the lahmeh to make the perfect lumeh. Okay. Not too much yogurt uh-huh. and not too much ruz. You need the perfect combination. Mm-hmm. And then you make like a little nugget. Try it sukhne. Okay. So we need to make sure it's cool down. Wow. I feel like I'm at home. Al-Albak. Delicious. It's like take me home. How do you look, man? There's so much history. Look, we're small. خوالي كان يسوي السنية. ما بحط صحون. كلهم they stand around the table. بوكلوا من السنية. لك صحتين. جمعة حلوة وقعدة حلوة ولقمة رائعة رائعة رائعة. يلا يلا يلا. أكل. ما بيقدموه بمطاعم. قرب. It's so incredible. This you're eating part of history when you're eating this. Yogurt, ham, وطير وطير اللحمة, زبدة, رزيت مفلفلين. شحن. Cheers. And it's a totally different feeling when you're eating with hands. I know. This is really fake, nafik. After Mansaf, as you know, the most important thing to do. يلا تصبح على خير. بدك تاكل معي تفرجيكي بياكلوا الكبه علمني الكبه ما لازم يلقطها حديد لانه الحديد بالطعم تفتحها هيك اوكي والكبه وحده بدها صلصه بدها حياه بدها جوس بتسلسقها مزبوط بتخليها تشرب مزبوط وانا ببلع بريقي وانت بتبلع بريقك بنكون ريحناها شوي وبتاكل كبه لحم مفرومه قرشه الكاجو حرقت حالك؟ فينا انا اكل او بنطر بعد شوي؟ اوه انا عرفت شو عملت واو امير قرب واو شافت الكاجو كامله
اللبن عطيها طعمة رائعة، قرشة الكاجو خويت، كمية البرغل اللي حطه من برا مش معقول شو ظبطه معه، فنفخ عليها وكلها وأنا ما خصني إذا حرقت حالك. لا ما علمت درسي يا شباب، عم حمسهم وعم شجعهم يعملوا كيترينج. هيدا أكل خارج أعراس، هيدا أكل خارج حفلات، هيدا أكل مش يلا كيف ما كان، هيدا أكل بهنيك. هيدا مش أول مرة، وكل ما أجي بهنيك وبقلك يعني لو عندي مطعم بكون أنت أول شخص عم يطبخ فيه. ايش رأيك نسوي فود تراك؟ بس نسوي هذا فود تراك، كبة، كبة بلبن، كبة بلبنة، كبة بطاطا، كبة لقطين، all things كبة. هلا بياخدوا الفكرة. كبة روعة، الرزات عظيمين، وصلنا على اتنين. وقفتها حلوة، جبنتها مهمة، هيك بنكتب بنعرف شو بقوله المكتوب من عنوانه. The first thing I noticed is a crunchy coating. Nice and thick, very generous. ليك خلينا نقولها مثل ما هي، شغل مكونات مش معقول مطعم يشتغلهم. شغل سمنة، شغل جبنة، عم بتحس بطعمة الحليب، عم بتحس بهاي كواليتي. فما بعتقد بتوفي مع حدا يعمل لك كنافة ويبيعها. كنافة بيت، قطرات خفيف، عم نحس بالفرق، عم نحس فيه عم يفرط. It's a labor of love. You can tell it's made with love. تتخيل نوصلهم على بعلبك وما طعمين صفيحة؟ Impossible. شو بيحكوا عنا؟ فقبل ما نفل من هون، في وقفة صفيحة غير شكل تيشوفوا ويحسوا ويفهموا ليش صفيحة لبعل. هذا اشي مش طبيعي، اول مرة بشوف واحد هيك كيف بيسوي الصفيحة. واو، شوف قديش صغيرة كمان، لا قد اللقمة. هي والصادر عم يسقسي. We're learning the tricks of the trade of how to make sfiha بقلب بقية. Let's do it. I've never had meat that fresh. From what I hear, these guys come from a family of butchers. Over here is a labor of love. The ajin, the fresh lahme, the people coming together. There's about 10 hands making these sfiha balbagiya. They're famous for it. Now I know why. Shuf al-lamuna. Cheers. Cheers, man. Welcome to sfiha heaven. بصير واحد يسأل حاله وين بده يبلش. ما في صفيحة مثل الصفيحة بعلبكية لعدة أسباب. أول شيء عجينتهم عظيمة، بعدين اللحمة عظيمة، الطريقة كيف بيعملوها، كيف تركب معهم بلا ما يكون لها شكل معين، الخبطة لها قصة كتير كبيرة، متفوت اللحمة على الأطراف، بعدين السمنة، الفرن على المزوت اللي عنده حماوي كتير كتير قوية، اللحمة المفرومة ناعم، الريحة الحلوة، الغنم حامض، لبن، بيكون واحد شبعان وبيرجع بياكل. عجينة توب، لحمة توب، لبن توب، مع بعضهم amazing. اسمه لايس جاردن،
ريكومندد. ما عبالي ضلنا عندك بتضل بحبك. كسرت لي ضلوعي ساعه الغمارتنا من الاول، فما رح طول عليك هالقد اذا ما تكسر لي مره ثانيه. برافو عليك، وصلت الرساله. نحن شفنا الكنافه ودقنا كنافه، بس بعد ما شفنا الجبنه تبع الكنافه كيف تنعمل، جبنه الكنافه كيف تنعمل، اي طريقه، بطريقه قديمه تقليديه وصح، من هون رح نسوق ونطلع على المريجات على المعمل دغري. الحليبات ناطرين. You're not gonna get fresh jibna like this. وين وصلنا؟ Wow. We found a good knafe. Hold on, so this is the famous. This is the famous kibbit batata. بتدوب قلب التم، مش معقول. الحلقة اللي بعدها رح نشوف الدموع.